مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشرقية والشرقية نحييكم وهذا حصادنا الإخباري لهذه الليلة. أحييكم مشاهدينا والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العراقي يبدأ فصله التشريعي الرابع بجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على رئيس جديد، وستة مرشحين يتقدمون للمنصب. نحن الكتل السياسية، أكثر من 20 كتلة سياسية، أعلننا تحالف الكتلة الأكبر. وفي هذه المناسبة، ومع أننا نمتلك العدد الأكبر من النواب، لكننا لازلنا ننطلق وفق نفس المنهج والمشروع. حرب التواقيع المزورة تستعر بين الإصلاح والبناء، ائتلافان برلمانيان يتصارعان على تشكيل الكتلة الأكبر والحسم بيد المحكمة الاتحادية. يعني أنا هذا انتقادي، أنا هذا شخصي، أنا ما أريد أفرط على أحد، بس ترى هي هاي الحقيقة إحنا قاعد نعيشها مسممين أنمغتنا، خلي شوية ننهض بالبلد. رئيس السن يدعو القوى السياسية للنهوض بالعراق بدل التفكير برئيس برلمان سني ونائب أول شيعي وآخر كردي. العبادي أمام البرلمان يقول لا بديل عن بسط سلطة الدولة ولا يجوز أن تعلو أي راية فوق راية العراق الواحد والجبوري، يطالب بالاعتذار من الشعب العراقي. الكرد يؤجلون الحسم ويغيبون عن قائمتي الإصلاح والبناء، والكتلة الكردية تنسحب من الجلسة الأولى بانتظار حوارات بغداد وأربيل. فضلا عن أنه منذ شهرين لم يتحقق أي شيء من مطالبنا، مجرد وعود كاذبة، وعود للتخدير المتظاهرين. محافظات العراق تراقب ما يجري تحت قبة برلمانه، قلق في بغداد وكركوك تتحول إلى ورقة سياسية، والبصرة تغلي وتنتظر. أهلا بكم. قرر رئيس السنة في البرلمان العراقي الجديد محمد علي زيني رفع الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد إلى يوم غد الثلاثاء مع إبقائها مفتوحة. وأعلن رئيس السن عن إرسال طلب استفسار إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم ملف الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وذلك بعد أن تسلم قائمتي الكتلة الأكبر التي قدمها كل من تحالف الإصلاح والإعمار الذي تقوده كتل سائرون النصر الحكمة والوطنية، وكذلك تحالف البناء الذي يقوده محور الفتح ودولة القانون. أنا مطلوب من عندي بالحقيقة كلمة قصيرة، وبصراحة الكلمة هاي وياها مكتوبة، بس لا ما راح أقرأها أنا، لا ما راح أقرأها أنا بالحقيقة. الكلمات المكتوبة بصراحة غير ضوجني، وكأنما أشعر مثل دم داخل عروق واحد ميت. ما أكون نبض، خلوني أتكلم من قلب إلى قلب. أنا أصور هذا الأفضل. سيادة الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، استنادا إلى أحكام المادة 76 أولا من الدستور العراقي والمتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عددا، واستنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا ذو العدد 25 اتحادية 2010 والمرافق صورته عنه ربطا، وعليه نحن نعلن تشكيلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والمتكونة من القوائم الانتخابية الفائزة الموقعة أدناه وبحسب متطلبات المادة الدستورية أعلاه. طبعا سيادة الرئيس، قدمت أنا رئيس تحالف سائرون، قدمت إلى جنابك ورقة فيها 20 تحالف سياسي وأسماء رؤساء التحالفات موقعين أدناه في هذه الاستمارة. سيادة الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، استنادا للمادة 76 من الدستور، أولا يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وبناء على هذه المادة تقدم كتلة تحالف البناء 150 توقيعا حيا
للنواب لتشكيل الكتلة الأكبر. وتتكون من 13 تحالف. هذا وانسحب نواب ائتلاف دولة القانون والفتح إلى جانب نواب كتلتي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني من جلسة البرلمان في محاولة لإتاحة المجال أكثر للنقاش بشأن تكوين الكتلة الأكبر. كنا ننتظر من السيدات والسادة وبعض القوى السياسية على وجه الخصوص أن تلتزم باليمين الدستورية التي أدته، وهو الالتزام بالمهمات الدستورية الموكلة للمجلس النيابي باختيار رئيس للمجلس ونائب أول ونائب ثاني، وبالتالي نتوجه إلى استكمال العنصر التشريعي في الدولة، وبعد ذلك نتجه إلى العنصر التنفيذي والركن التنفيذي اللي هو رئيس الجمهورية، وبعد ذلك رئيس مجلس الوزراء وحكومته والمنهاج الوزاري. الشعب الآن في الشارع كان يتطلع إلى جلسة أكثر فاعلية وأكثر تفاعلاً مع مطالبه، المظاهرات، المطالب، البصرة وما أدراك ما البصرة ومعاناتها، كل ذلك كان ينظر إلى هذه الجلسة على أنها تستكمل المدد الدستورية والواجبات الدستورية. بداية حضرتك بفتح باب الترشيح، خطوة الأولى تعلن الأسماء التي قدمت للترشيح، ونباشر بالخطوة التالية أن نجلب صناديق الاقتراع حتى نضغط على الذين انسحبوا. لازم نضغط على الذين انسحبوا ونحرجهم ونبين احنا مكملين. صح عملية التصويت تحتاج الى نصاب، لكن كملوا الاجراءات والمقدمات اللازمة للتصويت حتى توصل هذه الصورة الى الشعب. واكو ارادتين، ارادة في حالة استرخاء الى ان تحقق ما تريد من طموحات وان كان على حساب الصالح العام، وإرادة أخرى تريد للالتزامات والاستحقاقات الدستورية أن تنفذ بأسرع ما يمكن. أكثر من نائب تحدث عن انسحاب كتل، أنا أعتقد اليوم كل الكتل ممثلة الآن في مجلس النواب، كلهم حاضرين. إذا حصلت انسحابات أنا أعتقد هي حالات فردية، هو تصرف من النواب كي نعطي الصورة الحقيقية للشارع، هذا واحد. ثانياً سيادة الرئيس، جنابكم أعلنتوا عن فتح باب الترشيح، لم تحددوا مدة للترشيح، وهل أن الترشيح ينصرف فتح باب الترشيح للرئيس ونائبيه؟ المفروض إحنا نفتح الآن للرئيس فقط باعتبار المادة 5 من النظام الداخلي والمادة 54 تشير إلى فتح باب الترشيح للرئيس ثم النائب الأول ثم النائب الثاني. فأنا أقترح أن تبقى الجلسة منعقدة لاختيار رئاسة برلمان جديدة، وتحدد فترة محددة من قبلكم لإنهاء هذا الأمر. نأسف كثيراً للي انسحبوا القاعة، وبالتالي هذا انسحابهم ما راح يساهم بصياغة القرار أو اتخاذ أو المضي بالخطوات الدستورية اللي رسمها لنا الدستور. كنا أمل بأنه يكونون موجودين ويتفاعلون مع الحدث، لذلك نحن نقترح على أنه هذه الجلسة تبقى مستمرة وتحدد وقت لاستئنافها. لا زال أمامنا فرصة على أنه ندعو الكتل ورؤساء الكتل إلى الحضور إلى مجلس النواب والمضي بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. لذلك أنا أقترح على سيادتك أن تبقى الجلسة مستمرة لتاريخ جنابك تحدده، ويبقى الترشيح مفتوح لحين التاريخ الذي تحدده جنابك، وبالتالي ننتهي من هذه القضية. وشكرا جزيلا. هذا وانتقد الرئيس السنة محمد علي زيني آلية اختيار رئيس سني لمجلس النواب العراقي ونائب أول شيعي والثاني كردي، ودعا زيني النواب الجدد إلى النهوض بواقع العراقي ومستقبله بدلا من التفكير بالمذاهب والتقسيمات الطائفية في اختيار المناصب السياسية. بس أنا شيء آخر، أنا محمد علي زيني، أنا جاي، أنا عايش بالغرب هناك وأعرف شنو القضية هناك. ترى خلي حكيكم، هناك مستحيل يفكر، سواء كان مجلس الشيوخ الأمريكان الفرنسيين الإنجليز ما أدري وين، روحوا شوفوا. أصلاً ترى مسألة الدين والمذهب والما أدري إيش ما عندهم طبعاً،
ما حد يعرف جنان. ليش أقول لكم؟ أقول لكم فريق شيء معين، وهو أنه مع الأسف الشديد إحنا سمموا أدمغتنا النائب الأول، أقول رئيس سني، هذاك شيعي، هذاك كردي، هذاك ما أدري شنو. يعني أنا هذا انتقادي، يعني هذا شخصي، أنا ما أريد أفرض على أحد، بس ترى هي هاي الحقيقة إحنا قاعد نعيشها، مسممين أدمغتنا، خلي شوية ننهض بالبلد. فتح رئيس السن باب الترشيح لمنصب رئاسة البرلمان داعيا للنواب الجدد إلى الالتزام بالمهل الدستورية لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه. أتسلم رئيس السن أسماء 6 نواب للترشيح إلى رئاسة البرلمان، وهم كل من أسامة النجيفي، طلال الزوبع، محمد تميم، أحمد الجبوري، رشيد العزاوي، ومحمد الحلبوسي. ومن مهام الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد تقديم الكتلة الأكثر عدداً طلباً موقعاً من أعضائها إلى رئيس السن، ليتم بعد ذلك تكليفها رسمياً من قبل رئيس الجمهورية الجديد لاختيار الكابينة الوزارية خلال مدة أقصاها 30 يوماً وفقاً للدستور. ويتنافس على تشكيل الحكومة ائتلاف سائرون الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويضم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وائتلاف الوطنية الموسع بقيادة إياد علاوي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي، بالإضافة إلى تيارات سياسية أخرى لتضم كتلة برلمانية نحو 184 نائبا. أما الائتلاف الثاني الذي يسعى هو الآخر إلى تشكيل الكتلة الكبرى، يقوده رئيس تحالف الفتح هادي العامري المتحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي وقيادات أخرى في الحشد الشعبي، معلنة هي الأخرى جمع 153 توقيعا حيا. نحن الكتل السياسية أكثر من 20 كتلة سياسية، أعلننا تحالف الكتلة الأكبر. وفي هذه المناسبة، ومع أننا نمتلك العدد الأكبر من النواب، لكننا لازلنا ننطلق وفق نفس المنهج والمشروع. حرب التواقع المزورة السائر بين الإصلاح والبناء، ائتلافان برلمانيان يتصارعان على تشكيل الكتلة الأكبر، والحسم بيد المحكمة الاتحادية. العبادي أمام البرلمان: لا بديل عن بسط سلطة الدولة، ولا يجوز أن تعلو أي راية فوق راية العراق الواحد. والجبوري يطالب بالاعتذار من الشعب العراقي. أعلنت كتلة سائرون رسميا تشكيل الكتلة النيابية الأكبر تحت عنوان تحالف الإصلاح والإعمار، التي تضم 20 كيانا سياسيا وأكثر من 180 نائبا. وقال رئيس كتلة سائرون حسن العقولي في مؤتمر صحفي بحضور جميع الكتل المنضوية بالتحالف الجديد، قال إن التحالف الإصلاح والعمار جمع تواقيع 180 نائبا، وأنه ماض وفق التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة. نحن الكتل السياسية أكثر من 20 كتلة سياسية، أعلننا تحالف الكتلة الأكبر تحت عنوان الإصلاح والإعمار، ما يفوق أكثر من 180 نائب، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 76 أولاً من الدستور العراقي والمتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، حيث تشير هذه المادة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، طبعاً استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية ذو العدد 25 اتحادية للعام 2010. تم رفق صورة من هذا القرار تشير بوضوح إلى أنه الكتل السياسية كقوائم انتخابية واحدة أو أكثر تقوم بتقديم الطلب ككتلة نيابية الأكثر عدداً، وإن شاء الله نحن ماضون ضمن التوقيتات الدستورية من أجل تشكيل حكومة وطنية قوية من قبل كتلة نيابية عابرة للطائفية وبالضد من المحاصصة.
من جهته أعلن محور الفتح وأطلاف دولة القانون تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب تحت عنوان تحالف البناء وبانتظار تكليفها بتشكيل الحكومات الجديدة. وقال المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي في مؤتمر صحفي أن الكتلة مكونة من 153 نائبا وقعوا توقيعا حيا بعد تأدية اليمين الدستورية عادا الحزبين الكرديين الديمقراطيين والاتحاد الوطني بأنهما الأقرب إليه. وفي هذه المناسبة ومع أننا نمتلك العدد الأكبر من النواب لكننا لازلنا ننطلق وفق نفس المنهج والمشروع، وستبقى قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لجميع شركائنا في الوطن. من يعتقد أنه ينسجم مع هذا المشروع ومع هذا البرنامج ومن نعتقد نحن بهم أيضا أن وجودهم ضروري في الحكومة القادمة من أجل إنجاحها وإمضاء ومضيها في مهامها، فبالتأكيد ستبقى القلوب والأبواب مفتوحة حتى نحقق ما نطمح إليه. أما من يريد أن يعترض على ما قدمناه فبالتأكيد بيننا وبينه القانون وتفسير المحكمة الاتحادية، والذي يحفظ بشكل واضح الحق للنائب بعد أدائه اليمين الدستورية الحق في أن يحدد خياراته. نتمنى أن تكون كتلة البناء وأن تكون الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي المنعقدة في هذا اليوم في جلستها الأولى أن تكون دورة خير وبركة وعطاء والتزام بالمسؤولية والتفات إلى المشاكل والمعوقات الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي. من جهة أخرى قال رئيس ائتلاف الفتح هادي العامر إنه ليس من صلاحيات رئيس السنة أن يبت بقضية الكتلة الأكبر أو تحديدها أو تكون الكتلة الأكبر، وأن المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في تحديد هذه الكتلة. وقال العامري للصحفيين إن أمر الكتلة الأكبر سيترك لرئيس البرلمان الذي سينتخب في الجلسات المقبلة، وفي حال تعذر على رئيس البرلمان المنتخب إعلان من هي الكتلة الأكبر سيتم الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع. في هذه الجلسة تم تقديم قائمتين، قائمة من قبل الفتح ومن يتحالف مع الفتح من القانون والنص اللي جايين من دولة من قائمة النص، بالإضافة إلى الأخوة المكون السني، مجموعة من الأخوان في المحور الوطني. فكان التوقيع أكثر من 150 توقيع حي، وكذلك الأخوة الطرف الثاني هم قدموا قائمة ولكن بتوقيع مسؤول الكتلة والعدد مالته. هذا أنا أعتقد أنه لا يمثل فعلا تواجد حقيقي، لأنه كما معلوم بعض الكتل مسحوبين عدد كبير من جماعتهم. أمنا أن هذا الآن ليس البت فيها، وليس من حق كبير السن أن يبت فيها. كبير السن يترك هذه الأمور إلى رئيس البرلمان الذي سوف ينتخب من قبل البرلمان ونائبيه، والآن تودع في الدائرة البرلمانية، وبعد هذا الموضوع تحول إلى الرئيس القادم، والرئيس القادم هو الذي يعلن الكتلة الأكبر. وأكد رئيس تحالف القرار أسامة الرجيفي الحاجة إلى مزيد من الوقت والتفاوض قبل الاتفاق على شخص رئيس البرلمان المقبل. وقال الرجيفي لشرقي نيوز أن موضوع الكتلة الأكبر لن يبت به إلا بعد أن ينتخب رئيس جديد للبرلمان العراقي. وطبعا الجلسة سارت بطريقة طبيعية وضمن النظام الداخلي، ورئيس السن أعطى فرصة للتداول حول اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، ونحتاج إلى وقت. أنا أعتقد نحتاج إلى عدة أيام لحين الاتفاق ومزيد من التفاوض بين القوى السياسية التي تقدمت بطلباتها لرئيس السن أنها الكتلة الأكبر. نحتاج إلى تبادل بيني بالمعلومات والآراء، وممكن نصل إلى اتفاق أكثر نضوجا في الأيام القادمة. هل تم الإعلان بشكل رسمي عن الكتلة الأكبر ومن هي؟ طبعا الإصلاح والبناء تقدمت بطلب أكثر من 177 نائب، والكتلة البناء أعتقد الاسم تقدمت بطلب 150 هكذا. في كل الأحوال يعني هذا الأمر لن يبت به إلا بعد أن ينتخب رئيس مجلس النواب. رئيس السن واجبه أن يودع الطلبات في الدائرة البرلمانية لحين انتخاب الرئيس الدائمي الذي سيقرر من هي الكتلة الأكبر، وفي حالة الخلاف سنلجأ المحكمة الاتحادية. إلى ذلك حذر رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلقة في تصريح لشرقية نيوز حذر من أن العودة إلى الاصطفافات الطائفية في تشكيل الحكومة الجديدة يعني الرجوع إلى الوراء.
الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة وطنية لا تتمسك بالاصطفافات الطائفية السابقة. نحن شكلنا كتلة الإصلاح والبناء تضم كل مكونات الشعب العراقي، وبالتالي أي عودة إلى الخلف على الاصطفافات السابقة ستعيدنا إلى الخلف أكثر مما عدنا سابقا. 15 سنة مرت على العراقيين من خلال عملية سياسية بائسة أسست من قبل دول على أساس الاصطفافات الطائفية، رفضها الشعب وإحنا رافضيها من البداية، وقلنا أنها لن تأخذ بالبلد إلى شاطئ الأمان، وبالتالي ما عندنا خيار إلا أن نذهب بكتلة وطنية، وما عندنا استعداد نساهم بحكومة طائفية. العراق يدخل في مأزق سياسي ودستوري خطير لم يشهده منذ عام 2003. دخل العراق اليوم في مأزق سياسي ودستوري خطير لم يشهده منذ سنة 2003، فقد وقع خرق دستوري كبير أثر فشل البرلمان الجديد بانتخاب رئيس له ونائبين، وهو أمر وصف بأنه خيانة من النواب للقسم الدستوري الذي قاموا بتأديته ويتضمن في جوهره الالتزام في الدستور، كما فشل البرلمان في تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، وهو أمر كان يتوجب أن يحدث في الجلسة الأولى، ويشكل ذلك خرقا دستوريا كبيرا أيضا. أما الوضع السياسي فقد بلغ درجة من التوتر لم يعرفها العراق سابقا، مع وجود قوى تملك السلاح وقوى أخرى تمارس الضغوط وجهات تستخدم المال السياسي إلى الحد الذي تسلب فيه إرادة النائب نفسه، وتؤكد مصادر سياسية متطابقة في بغداد ومن جهات مختلفة أن الأمر أكبر من الشكليات التي شهد البرلمان العراقي اليوم، وأن البلاد باتت بحاجة إلى صفقة سياسية جديدة تعيد ترتيب المشهد قبل أن تنفلت الأمور ويقع ما لا تحمد عقباه. وأكدت المصادر ذاتها صعوبة اختيار رئيس للبرلمان في جلسة الثلاثاء وسط هذه الفوضى، ومع كثرة عدد المرشحين لهذا المنصب وحالة الشد القصوى بين المحورين الرئيسيين المتنافسين. ولذلك فإن عمل الجلسة الأولى قد يستمر 15 يوما وليس يوما واحدا فقط، فلا الأكراد متفقون على تسمية رئيس للجمهورية، ولا هم مستعدون للانضواء تحت أي جناح أي تكتل من الكتلتين المتنافستين، على الرغم من الضغوط التي قال سياسي كردي كبير عنها إنها هائلة ولا يصدفها العقل أو يصدقها، من جانب إيران والولايات المتحدة لدفعهم إلى إعلان موقف منحاز لهذا الطرف أو ذاك. كل شيء بات محتملا، وإذا قامت حكومة جديدة في هذا الظرف فستكون حكومة ميتة في مهدها ولن تقوى على الاستمرار، وقد تنشأ احتجاجات شعبية ومسلحة ضدها من اليوم الأول، مما يضع العراق في وضع خطير للغاية. هذا وناقش برنامج بالحرف الواحد شرعية وقانونية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته الرابعة بعد تركها مفتوحة خلافا لما جاء في الدستور وفي قرارات المحكمة الاتحادية. وشارك في الحلقة القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار رائد فهمي، والقيادي في تحالف البناء نعيم العبودي، والباحث السياسي باسل حسين. كنا جاهزين ومستعدين أن نستمر حتى النهاية، لكن هي المسؤولية تحمل اللي كسر النصاب. ليش كسر قاعد؟ شو تسوي له والله؟ يتحمل. لا شو راح تسوي له؟ لا تحمله مسؤولية دستورية. احنا نتحدث عن مسؤوليات. زين. نتحدث دايد اقول انه احنا لا يحمل لا نعمم. زين. احنا كنا مستعدين على مود ذكر قضية القسم ولا جيد. احنا مستعدين ان نذهب حتى النهاية، هاي واحد. اثنين، الاتفاق وعدم اتفاق السياسي، خلينا نرجع، وهذا الانقسام يعني مفتعل لو بأساس
يعني هذا مو جاي اليوم، هم صار اكو لقاءات صار اشهر، صار اسابيع على قدر ما اقول اشهر، ويلتقون وما يلتقون، بمعنى استعصت، خلينا نقول استعصت قضيه توحيده، ومو وبذي جهود كبيره وبذي جهود دوليه من اقليميه ما صارت، بمعنى هسه ما يدخل بالتفاصيل، اكو يبدو رؤيتين او تصورين، فاخر يوم يريدون يتفقون، يعني شنو الاتفاق؟ الاتفاق سياسي، بعد احنا ليش اتفقنا اللي قدام فضيناها، تمام؟ اما هسه الان تسويات معينه تصير بحيث مدخل بالموقف المبدئي، يعني نانا رايحين على مشروع طبيعه معينه، وجوز الاخوه رايحين بمشروع بملامح اخرى ولا كان دمجوا. بالنسبه لموضوع البناء، نحن نلتزم كل الالتزام بما تفرزه الحوارات، سوف تكون لدينا فرصه شهر لتشكيل هذه الحكومه، ان اخفقنا فسوف يكون الطرف الاخر. ولكن استاذ احمد انت الان الطرف الاخر، الطرف الاخر اذا شكل حكومه بدونكم بشهرين تسقطوها. لا لا شوف استاذ احمد لا انت لا اليوم لا, لا خلينا نشوف طبعا. ابو حسن يقول مواني. انا اقول لك الان اي حكومه، اي حكومه يعني قادمه ليس فيها الفتح والسر لن تستقر ولن يكون هناك اصلاح. طبعا احنا بدينا اليوم والمجلس النواب بدأ اليوم بنقض القسم، هم أقسموا على حفظ يعني الدستور وحفظ الحنثوب اليمين يعني التزام بالتشريعات، هذا قسمهم. يعني تصور أنه قرار في الدستور، عفوا الدستور نص الدستوري، وعندنا قرار بالمحكمة بأنه لا يجوز تكون الجلسة مفتوحة، الجلسة الأولى لا تكون الجلسة مفتوحة. اليوم ولا نتفاجأ بقرار من الرئيس مجلس السند باستمرارها إلى بكرة 11. طيب احنا كل أيام العالم هي 24 ساعة إلا يكون بالعراق اليوم 48 ساعة. طيب ما هو الاستناد القانوني لهذا الاستمرار؟ هذا معيب. يعني أنا ودي أقول احنا، وأنا قلت من البارحة، قلت سنرى قرارات تؤكد احنا دولة الترهيم، كل شيء يرهم بالعراق. نرحب بضيف حصادنا سيد إبراهيم صميدعي الباحث في الشأن السياسي. سيد إبراهيم أهلا بك معنا. ما أقسم عليه النواب اليوم لم ينفذوه من أول ساعة في البرلمان العراقي الجديد في الدورة البرلمانية الجديدة، كيف ستكون العملية السياسية؟ تحية لكم ولمشاهدي قناة الشرقية نوار. وبالتأكيد يعني السادة النواب ليسوا طرزان، بالتأكيد واقع مثل الواقع العراقي، واقع منقسم داخليا، انت ترون الانقسام يصل الى الحدود العليا، وايضا تأثيرات الخارجية للفاعلين الدوليين وهم مؤثرين جدا، تقسم المشهد العراقي او تقسم المشهد العراقي على الاقل حاليا الى ثلاثة او اربعة اقسام، قسمين وقسمين ظل، وايضا اللعب بالقضاء، يعني اللعب بالقضاء والنهايات القانونية غير الواضحة. يعني حضرتك أنت ملاحظة لو المادة مثلا 54 من الدستور العراقي التي نصت على دعوة رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس النواب خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة، ونصت على أن لا يجوز التمديد، طبعا المادة 55 مضت إلى انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس، يعني أيضا جاءت خارج السياق، هناك خلل شكلي وخلل موضوعي، لكن هذه المادة التي نصت على أن لا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة، بمعنى أكثر من 15 يوما بعد المصادقة التي رئيس الجمهورية عنده 15 يوم وراء المصادقة، بها يوم يدعو، وحددت أنه للجلسة الأولى لازم الانتخاب وسكتت. لو أن المشرع العراقي في الأساس وضع نص ثاني بمعنى أنه يرتب أن لم يتم الانتخاب في هذه الجلسة فيصار إلى جلسة أو جلستين وبالنتيجة إعادة الانتخابات، بالتأكيد لكان البرلماني أو الكتل السياسية أمام خارطة طريق واضحة. لكن بما أن الدستور سكت وأن الدستور مشوب بعيب في الصياغة وعيوب كبيرة أيضا في المضمون، وبما أن المحكمة الاتحادية ولأسباب قد تعتبر لأسباب سياسية كلما أرادت أن توضح نصا زادته غموضا وأعطت مجال للتلاعب فيه، فبالتأكيد لا يمكن للنواب من الجلسة أن يحسم الموضوع ضمن التسلسلات أو التوقيتات الدستورية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية المفسرة. طب سيد إبراهيم، يعني اليوم القيادي في تحالف البناء نعيم العبودي يقول حكومة ليس فيها الفتح وسائرون لن تستقر، يعني لو
وضعنا جانبا قضية الكتلة الأكبر ومن ستكون الكتلة الأكبر، يعني ألا تشعر بأن هناك نوع من التهديد الضمني، يعني إن لم نكن مع بعض فإن القائمة ستقوم؟ يعني بالتأكيد الأخوة في الفتح يعرفون أنهم وسائرون، هم اللاعبان الشيعيان الأكبر، اللاعبان العراقيان الأكبر من حيث العمق الجماهيري ومن حيث الأدوات. أنا أقولها دائما ما فوق القانون، ما فوق الديمقراطية، لهم الحق في ذلك ضمن قوتهم. وبما أننا نشتكي أصلا من أن القانون لا ينظم المعادلة العراقية، وأن القضاء عندما يدخل ويريد أو يتدخل ويريد أن يفسر الأمور يزيدها غموضا ويفتح مجال للتلاعب، فبالتأكيد الفاعلية هنا تكون للاعب الأقوى، لا تكون للاعب الأكثر التزاما بالقانون. يعني ثم هذا من جهة، من جهة ثانية ائتلاف الفتح دولة القانون واضح، يعني الناس هم في سعيهم لتشكيل الحكومة ولتشكيل الكتلة الأكبر مضوا بإصرار على تفتيت كتلة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأعتقد نسبيا نجحوا في ذلك، نجحوا في تكسير رئيس، في تكسير كتلة الحكومة إلى درجة ما، هسه إلى درجة 20-27 مثل ما يقولون 10-15، لكنهم نجحوا. وأيضا في نفس الوقت هم ماضون لحد هذه اللحظة وكانوا مصرون جدا على إعادة كتلة سائرون أو إعادة السيد مقتدى الصدر إلى الاشتراك معهم، بمعنى نحن الفاعل الشيعي إما أن نتحد أو أننا نضع عزمة. نعم في هذا الكلام جنبة كبيرة من جنبات التهديد، لكن أنا كمواطن عراقي كمراقب علي أن أخذ هذا التهديد بمحمل الجد وأن أخذه بجدية عالية. وبالنتيجة أنا اليوم أقول في العراق الديمقراطية هي وسيلة للوصول إلى السلطة وليست هي سياق أو نسق للحكم، يعني يجب أن أتكئ على معادلات أخرى لتفكيك وتحليل المشهد والوصول إلى أبسط صيغ الاستقرار. طيب يعني سيد إبراهيم، عندما فشل اليوم البرلمان العراقي المنعقد بنوابه الفائزين، فشل في تحديد الكتلة الأكبر، فشل في تسمية رئيس للبرلمان ونائبيه، فشل في الاجتماع مجددا لمصلحة الشعب العراقي والشعر العراقي يغلي في البصرة وفي بقية المحافظات، هذا الفشل الكبير، إذن نحن بحاجة إلى صفقة سياسية جديدة، ولكن من سيطرح هذه الصفقة وماذا ستتضمن هذه الصفقة حتى تحل الوضع السياسي القائم؟ أنا أعتقد لحد هذه اللحظة أن الأنساق السياسية العراقية، أن المسارات السياسية العراقية، أنا دائما أقول ويقال أن تأتي متأخرا حيث أفضل من أن لا تأتي، يعني بالنتيجة اليوم هناك ملاحظة إيجابية جدا في المسار السياسي، وهي أننا اكتشفنا بعد عقد ونصف، بعد 15 سنة، أن كل الفرقاء السياسيين جلسوا معا وانقسموا باعتبارهم أمم سياسية، باعتبارهم كتل سياسية، باعتبارهم قادة سياسيين. وبمعنى أن لاحظنا أن المعادلة الطائفية لم تكن طوال 15 عاما بالرغم مما كلفت من خسائر في الأرواح وفي البنى التحتية وتدمير مدن ودخول الإرهاب، واليوم مدن تتضور جوعا وأخرى تستغيث من العطش، اكتشفوا السادة الأفاضل أن المعادلة الطائفية لم تكن إلا مسار أو نسق سياسي للأجل الوصول إلى السلطة. هذا جيد، لحد الآن نحن أمام فريقان أو أمام فريقين، فريق لا نستطيع لحد هذه اللحظة طبعا بغض النظر عن ميلي أو ميل المشاهد لهذه الكتلة أو ذكي يقول أنها هي التي ستشكل الحكومة، لكن أمام كتلتين متضادتين، هناك انقسام شيعي تقريبا إلى النصف، وهناك انقسام سني إلى النصف، وهناك نصف الشيعة ونصف السنة في كتلة، وتقريبا نصف الشيعة ونصف الكتلة في السنة ونصف الشيعة في كتلة. بمعنى أننا اليوم الموقف العربي على الأقل في العراق وصل إلى معادلات سياسية. المشكلة أين؟ المشكلة هذا جيد، هسا إحنا ما يخالف قبلنا بالخسائر وخلف الله عليهم، وراحت احتلال المدن وراح تدمير المدن، واليوم البصرة ما بها مي، هم بعدنا نتأمل نقول أنه النظم الانتقالية لا تولد مثالية، هم خلينا بعد 15 سنة نبدأ من جديد ما يخالف. لكن المشكلة أي؟ المشكلة أن هناك قوى سياسية تعرف أنها فوق الديمقراطية وأنها أقوى من القانون، والمشكلة أن النصوص التشريعية وخاصة في الدستور العراقي نصوص مبهمة وغير واضحة
وهي عبارة عن ألغام قابلة للتفسير. من هذه القوى السياسية سيد إبراهيم؟ يعني هذه نقطة يجب أن نتوقف عندها، عندما تقول هناك بعض القوى السياسية تؤمن بأنها فوق القانون، ومع هذا هي تدخل في سياقات القانون والدستور وإلى آخره، وتتحدث بلغة الجميع يتحدث بالتزامه بالدستور والقانون وألخ ألخ. من هي هذه القوى؟ كي نفهم أكثر حتى نعرف كيف. أنا أعتقد بشكل واضح بدون مواربة أن كتلة الفتح وكتلة سائرون خضوعها للقانون هو قرار اختياري، بمعنى أنها في اللحظة التي تريد أن لا تخضع للقانون فإنها لا تخضع. وأنا أعرف في فهمي للقانون أن سلطة القانون يجب أن تكون فوق الجميع، وأن من لا يخضع للقانون يجب أن يخضع. ولكن أعتقد أن هاتين الكتلتين، وهذا جيد، هم لحد الآن يخضعون للقانون بإرادتهما بإرادة اختيارية. أرجع إلى كلامي، لذلك هم عندما يقولون الأخوة في الفتح أنه يجب أن نكون مع سائرون مع سائرون في كتلة واحدة، فأنا أعتقد أنهم فعلا ينظرون بجدية إلى أن لا تصطدم هاتين الكتلتين، لأنهما يشكلان عاملي قوة كبيرين في الشارع العراقي، وقد يؤدي اصطدامهما حتى وإن كنا نتحدث في الأطر الدستورية والديمقراطية إلى خروج عن سكة المسار القانوني والديمقراطي والدستوري. العامل الثالث الذي كنت أتكلم عنه في كلامي هو أن التفسيرات المحكمة الاتحادية، يعني بدل من أن توضح المسارات وضعتنا دائما في مشكلة، تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010، اليوم نحن نريد أن نلتزم بتفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكثر عددا أو الكتلة الأكبر، لكن لاحظنا أن كتلة الفتح دولة القانون اخترعت بالضبط، لأكون دقيق، اخترعت خلال أمس وأول أمس مفهوما جديدا للكتلة الأكبر، وهو عبارة عن الكتلة الأكثر عددا. أيضا أنا لا أريد أن أناقش هل هم فعلا لديهم هذا العدد الذي أعلنوه أم أنهم لم يصلوا المئة أو في تكهنات تصل إلى 120. وطبعا أيضا كتلة إصلاح والبناء، كتلة عباد الصدر الحكيم، أيضا يعني هناك تشككات في أرقامها. لكن اليوم عدنا مرة ثانية، رئيس السن عاد مرة ثانية إلى المحكمة الاتحادية ليطلب تفسير لتفسير المحكمة الاتحادية نفسه لمفهوم الكتلة الأكبر أو الكتلة الأكثر عددا الذي قدمته المحكمة الاتحادية في عام 2010. وهذه نحن في دورة لا متناهية. طيب سيد إبراهيم، هذا لا يعطي انطباع للمواطن العراقي بأن الكتل السياسية جميعها اليوم في الطرف الأول أو الطرف الثاني تخاف من الذهاب إلى المعارضة، وكأنها تدخل في سباق السياسة فقط للحصول على الكتلة الأكبر، ومن ثم تشكيل يعني الحكومة، ومن بعدها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وغيرها من المناصب. هل نحن فعلا يعني نخاف بالدخول في معارضة حقيقية تعمل لمصلحة الشارع العراقي في البرلمان العراقي، حتى إذا ما كان يعني هذه الكتل تعلن جهرا بأنها ربما تذهب إلى معارضة؟ يعني أولا نوار، خلينا نكون واضح، أنا أعتقد ما لم يستسلم الأخوة في الفتح أو بعض أجنحة الفتح تحديدا وتلتحق بكتلة البناء والإصلاح العباد الصدر الحكيم، أنا أعتقد لا مجال اليوم عن أن يكون الفتح وسائرون في كتلة واحدة، بمعنى أن مراهنة الفتح دولة القانون أو ما سميت اليوم بكتلة البناء على تفكيك ائتلاف النصر بشكل كبير وإجبار السيد مقتدى الصدر لكي يعود إلى هذه الكتلة، أنا أعتقد اليوم هذا أصبح من الماضي. لا أعتقد أن السيد مقتدى الصدر باللاءات التي أعلنها أمس وبإصرار موقفه يحمل استعداد للذهاب إلى المعارضة. أنا يعني هذه حتى أتكلم في المعلومة وليس في الاستنتاج. على الأقل مقتدى الصدر عمار حكيم لديهم استعداد للمعارضة، عكس التيار الآخر لحد الآن ما أعرف، بعض أجنحة التيار الآخر أعلنت ذلك، لكن يبدو لي لحد هذه اللحظة أن الأغلبية تصر على أن تذهب للحكومة. وبالمناسبة يعني لا يوجد في أي ديمقراطية في العالم استعداد أولي للذهاب إلى المعارضة، كل الكتل كل الأحزاب تدخل للوصول إلى الحكومة، لكن هي غالبا تجبر على الذهاب إلى المعارضة بنظام قانوني، بمؤسسات تشريعية، بسلطات تشريعية واضحة. عندما تخسر السباق على تشكيل حكومة تذهب إلى المعارضة. لكن أرجع وللمرة الثالثة في هذه المقابلة
أقول عندما تكون النصوص القانونية مفتوحة بلا نهايات مثل الدستور العراقي، نعم. وعندما يكون القضاء هو المشكلة، واحدة من أكبر مشاكلنا القضاء بشقيه الاتحادي ومجلس القضاء الأعلى في لعبة الانتخابات مثلا، وأيضا في هذه التفسيرات، فبالتأكيد يكون هنا التعويل على عوامل قوة أكثر غير قوة الخضوع للقانون، غير الاستعداد للخضوع على القانون. بطبيعة الحال سيد إبراهيم، نحن اليوم بحاجة إلى سماع قرار المحكمة الاتحادية بهذا الموضوع من ثم البت به. سيد إبراهيم أصمعي داعي الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. نحن نعلن تشكيلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والمتكونة من القوائم الانتخابية الفائزة الموقعة أدناه وبحسب متطلبات المادة الدستورية أعلاه. طبعا سيادة الرئيس قدمت، أنا رئيس تحالف سارون قدمت إلى جنابك، قدمت إلى جنابك ورقة فيها 20 تحالف سياسي وأسماء رؤساء التحالفات موقعين أدناه في هذه الاستمارة. أولا يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وبناء على هذه المادة تقدم كتلة تحالف البناء 150 توقيعا حيا للنواب لتشكيل الكتلة الأكبر. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. يعني أنا هذا انتقادي، أنا هذا شخصي، أنا ما أريد أفرط على أحد، بس ترى هي هاي الحقيقة إحنا قاعد نعيشها مسممين عن لغتنا، خلي شوية ننهض بالبلد. رئيس السن يدعو القوى السياسية للنهوض بالعراق بدل التفكير برئيس برلمان سني ونائب أول شيعي وآخر كردي. الكرد يؤجلون الحسم ويغيبون عن قائمتي الإصلاح والبناء، والكتلة الكردية تنسحب من الجلسة الأولى بانتظار حوارات بغداد وأربيل. إذن دخل العراق اليوم في مأزق سياسي ودستوري خطير لم يشهده منذ عام 2003، فقد وقع خرق دستوري كبير إثر فشل البرلمان الجديد بانتخاب رئيس له ونائبين، وهو أمر وصف بأنه خيانة من النواب للقسم الدستوري الذي قاموا بتأديته ويتضمن في جوهره الالتزام في الدستور. كما فشل البرلمان في تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، وهو أمر كان يتوجب أن يحدث في الجلسة الأولى، ويشكل ذلك خرقا دستوريا كبيرا أيضا. أما الوضع السياسي فقد بلغ درجة من التوتر لم يعرفها العراق سابقا، مع وجود قوى تملك السلاح وقوى أخرى تمارس الضغوط وجهات تستخدم المال السياسي إلى الحد الذي تسلب فيه إرادة النائب نفسه. وتؤكد مصادر سياسية متطابقة في بغداد ومن جهات مختلفة أن الأمر أكبر من التشكيلات التي شهدها البرلمان العراقي اليوم، وأن البلاد باتت بحاجة إلى صفقة سياسية جديدة تعيد ترتيب المشهد قبل أن تنفلت الأمور ويقع ما لا تحمد عقباه. وأكدت المصادر ذاتها صعوبة اختيار رئيس للبرلمان في جلسة الثلاثاء وسط هذه الفوضى، ومع كثرة عدد المرشحين لهذا المنصب وحالة الشد القصوى بين المحورين الرئيسين المتنافسين. ولذلك فإن عمل الجلسة الأولى قد يستمر 15 يوما وليس يوما واحدا فقط، فلا الأكراد متفقون على تسمية رئيس للجمهورية ولا هم مستعدون للانضواء تحت أي جناح من الكتلتين المتنافستين، على الرغم من أن الضغوط التي قال سياسي كردي كبير إنها هائلة ولا يصدقها العقل من جانب إيران والولايات المتحدة لدفعهم إلى إعلان موقف منحاز لهذا الطرف أو ذاك. إذن كل شيء بات محتملاً، وإذا قامت حكومة جديدة في هذا الظرف فستكون حكومة ميتة في مهدها ولن تقوى على الاستمرار، وقد تنشأ احتجاجات شعبية ومسلحة ضدها في اليوم الأول، ما يضع العراق في وضع خطير للغاية.
دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له أمام البرلمان الجديد، دعا القوى السياسية إلى عدم توظيف معاناة الشعب لتحقيق مكاسب شخصية. وقال العبادي أن الحكومة الجديدة ستتسلم دولة موحدة، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجاز اقتصادي وبناء للمدن. بالبدء أهنئ النواب الفائزين بثقة الناخبين، وأدعو مجلس النواب الجديد للتعاون مع الحكومة المقبلة التي تشكل إن شاء الله بعد حين من هذا المجلس، والعمل على إنجاز مشاريع القوانين ذات الأولوية والتي تعجل في تحقيق التنمية والازدهار والإعمار وتوفير الخدمات للمواطنين. نحمد الله على طي الصفحة العسكرية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي والتوجه لتعزيز الأمن والاستقرار والبناء، بناء الاقتصاد العراقي اقتصاد متين واستثمار الثروات لصالح التنمية والخدمات. ويجب التركيز في المرحلة المقبلة على الإعمار والخدمات وتوفير فرص العمل. المرحلة القادمة هي مرحلة إصلاح اقتصادي وأيضا استمرار الإنجازات الأمنية. الحكومة المقبلة ستتسلم دولة موحدة محررة مستقرة أمنيا ومجتمعيا وأساسا لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تطلعات شعبنا في حياة أفضل. أدعو الجميع للتنافس من أجل حل مشاكل واحتياجات المحافظات والمواطنين في هذه المحافظات، وعدم توظيف معاناة العراقيين لتحقيق مصالح سياسية على أساس هذه المعاناة. إن المجتمع الدولي يقف معنا في توجهنا نحو البناء والإعمار، وقد فتحنا أبواب الاستثمار للشركات العالمية والشركات المتوسطة وحتى الصغرى. فتحنا أبواب الاستثمار ليشهد العراق نهضة عمرانية واقتصادية وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب. وينضم إلينا سيد ريبوار طه النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني. أهلا بك سيد ريبوار. يعني موقف الكرد ربما كان سيحسم مسألة الكتلة الأكبر، لكنهم ارتأوا أن يبقوا جانبا ولا يخوضوا في هذه الصراعات. ألا تعتقد بأن هذا الأمر يعطي انطباع بعدم الثقة بالجهتين المتنافستين الشيعيتين في بغداد؟ وأقصد النصر سائرون من جهة، الفتح ودولة القانون من جهة أخرى. شكرا سيدي العزيز. لا، مو هذا السبب. أعتقد هو السبب واضح، هناك يعني نية واضحة من الكرد بأن لا يكونوا مع أحد الطرفين أو أن يسبب الإحراج لطرف الآخر. نحن نريد أن يكون تشكيل من وراء تشكيل الحكومة استقرارا سياسيا، وأن تكون الحكومة القادمة حكومة قوية تلبي مطالب الشعب. وباعتقادنا تشكيل الحكومة بهذا الشكل لربما تكون قلقة ولا تستطيع أن تلبي حاجات الناس. فلذلك كلا الطرفين مهمة جدا بالنسبة لنا، ولحد الآن الكرد لم يحسموا أمرهم، ونحن نسعى أن يكون هناك توافق وتفاهم بين كلا الطرفين، سواء كان الطرف الأولاني أو الطرف الثاني، طرف الكتلة البناء والإعمار أو الكتلة السائرون والنصر معا. فلذلك نحن نسعى بهذا الاتجاه وعدم تأزيم الوضع، لأن بصراحة وضع البلد لا يتحمل. وأيضا للأسف الشديد وقعنا اليوم في أزمة كبيرة جدا، بحيث هناك تحدي سياسي يقابله تحدي قانوني ودستوري، ولربما على مجلس النواب الحالي اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وأيضا هذا لا يحل بالقضية، لا ننسى، لابد أن يكون هناك تفاهم وتوافق بين جميع الكتل السياسية. ولذلك نحن ننتظر ومن ثم نقرر، وعسى ولعل أن يكون هناك تقارب أكثر بين كلا الطرفين من أجل تشكيل حكومة وطنية موحدة يشارك فيها جميع القوى السياسية على الأقل لهذه المرحلة الحرجة بالنسبة للعراق وللعراقيين. طيب، يعني سيد ربوار ذكرت قبل قليل بأن يعني القرار الكردي ربما يكون في حالة إحراج للكتلتين، ولكن اليوم عدم اتخاذ القرار سبب إحراج للعملية السياسية برمتها. لو كان الأكراد اتخذوا
اتخذوا قرارهم بالانضمام إلى مثلا كتلة البناء والإصلاح أو حتى كتلة البناء بوحدها، أي هنا نفصل بين سائرون النصر وأيضا الفتح ودولة القانون. يعني لو كنتم اتخذتم قراركم لكنا اليوم لا نذهب إلى المحكمة الاتحادية وربما لا نؤجل الجلسة اليوم غد. إذن أنتم أحرجتم العملية السياسية. هل قراركم اليوم متوقف على القوة التي ستحصلون عليها من الكتلة التي ستنضمون إليها؟ لا سيدتي، لست نحن من أحرجنا الكتل السياسية أو أزمنا الوضع، لا بالعكس، بالنسبة لنا كلا الطرفين مهمة جدا، ومشاركتهم في العملية السياسية وفي الحكومة القادمة مهمة جدا من أجل إنجاح العملية السياسية ومن أجل أن تكون الحكومة القادمة حكومة قوية مثل ما قلت، أن تلبي مطالب الشعب. لسنا نحن طرف بهذا الصدد، ولكن أيضا اشتغلنا على 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 مدة كبيرة من الزمن بأن يتوحد بيت الشيعي. صراحة عدم توحيد البيت الشيعي، أنا أعتقد هذا هو وجهة نظري شخصيا، سبب الأزمة وأصبح الوضع أكثر تأزيما. لذلك توحيد البيت الشيعي بالنسبة لنا كان مهم جدا، لكن للأسف لم يتوحد البيت الشيعي لحد الآن، ونتمنى ونتأمل أن يكون هناك توحيد على الأقل للأغلبية الشيعية لهذه المرحلة، مرحلة حرجة كما قلت، وبالنسبة لنا أن نلتحق معهم من أجل تشكيل الحكومة. لسنا نحن السبب الرئيسي لتأزيم الوضع أو لحرج أو لهذا الإحراج اللي الآن دا نعيش فيها. بالعكس، نحن ننتظر ونسعى من أجل كما قلت توحيد الصفوف وتوحيد البيت الشيعي الأكثر. بالنسبة لنا مهمة جدا أن يكون هناك بيت شيعي واحد ونتعامل معهم ونتحالف معهم ومن ثم نتحول إلى تشكيل الحكومة. هذه مهمة جدا ونقطة مهمة بالنسبة لنا. كلها أحزاب وكتل سياسية بعيدا عن الانتماءات الطائفية والدينية، سيد ريبوار، نتعامل مع كيان سياسي وليس مع كيان طائفي. أريد أن أسألك عن مسألتكم فيما يتعلق بقضية رئيس الجمهورية، كيف سيحسم هذا الأمر؟ هل سيذهب هذا المنصب إلى الديمقراطي الكردستاني أم أن الاتحاد هو يعتبره من منصبه وحصته؟ ومن المرشح؟ نعم سيد العزيز، الحزبان الرئيسيان اتحاد الوطن الكردستاني وحزب الديمقراطي هما لهما الحق بترشيح شخص أو مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وراح يكون لنا مرشح واحد لهذه المنصب. بالنسبة لنا نحن كاتحاد لازلنا نؤكد بأن من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن لربما هناك تفاهم بيننا وبين الحزب الديمقراطي، بالنتيجة راح يكون للكرد أو للحزبين الرئيسيين الديمقراطي. لربما هناك تفاهم، يعني نريد أن نوضح هذه النقطة أكثر سيد ريبوار، لربما هناك فعلا تفاهم، لأننا ربما نسمع بأن المنصب سيذهب إلى الديمقراطي الكردستاني على الأقل. أحسنت، يعني هو فعلا هذا الاتفاق راح يكون هناك تفاهم، أكيد راح يكون هناك تفاهم، راح يكون. نحن سمعنا عن طريق الإعلام الحزب الديمقراطي قبل أيام هم يطالبون بهذا المنصب، لكن أيضا بالنسبة لنا كاتحاد الوطن الكردستاني نتفاهم من أجل هذا المنصب، وراح يكون لنا كحزبين رئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطن الكردستاني مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، وليس مرشحين فقط، راح يكون مرشح واحد. وبالمقابل هل ستأخذون رئاسة الإقليم؟ لا نريد أن ندخل في هذا الجدل بصراحة، لكن بالنسبة لنا الآن نحن نتكلم عن تأسيس الحكومة العراقية والمناصب المهمة الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان. بالنسبة لرئاسة الجمهورية راح يكون لنا منصب واحد، وهذا نقطة مهمة جدا. يعني لا ننسى هناك كثير من المرشحين الآن يرشحون أنفسهم لمنصب رئاسة البرلمان، أيضا راح يكون هناك حرج بالنسبة للأعضاء مجلس النواب، وأيضا لم يتم حسم موضوع منصب رئيس مجلس الوزراء القادم بين كلا الطرفين، فهذه المواقف راح يأزم الوضع أكثر. لكن نحن بالنسبة
لنا ككرد وكاتحاد الوطن الكردستاني والديمقراطي راح يكون لنا مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، وهذه نقطة مهمة جدا من أجل إنجاح العملية السياسية. طيب سيد دربوار، يعني ماذا عن بقية الأحزاب الكردية؟ لأن البيت الكردي مثله مثل البيت الشيعي والسني أيضا هنالك انقسامات، حتى في وفودكم اليوم التي ذهبت إلى بغداد والتي اجتمعت مع الأطراف كافة ليست ممثلة من قبل الجميع، يعني هل نفهم بأن لا يوجد اتفاق كردي حقيقي باتجاه ما يحصل في بغداد؟ يعني صحيح هناك بعض من الكتل الكردية الآن لم يندمجوا معنا مع الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، لكن نحن فتحنا بابنا من أجل هذا التوحيد للصف الكردي، ولا ننسى بأن المجموع المقاعد لكلا الحزبين الكرديين الرئيسيين 44 مقعد، وهذا يحسم الأمر أحد هذه الطرفين من أجل تشكيل الحكومة، وبابنا مفتوح لجميع القوى السياسية الكردية من أجل الانضمام، ومشروعنا مشروع واحد قد واضح جدا، وقدمنا مطالبنا لكلا الطرفين وكلها تحت السقف الدستوري أو البنود الدستورية، مطالب يعني بعض منها واضحة جدا لم يتم حسمها خلال الحكومات المتعاقبة المتتالية وأزمت الوضع أكثر سوءا، وبالتالي على الحكومة القادمة أيضا أن يحل هذه الملفات العالقة بين كلا الطرفين، حكومة أقليم كردستان وأيضا حكومة الاتحادية. فمشروعنا واضح جدا وقدمنا مشروعنا لكلا الطرفين. نعم سيد ربوار طه نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. حصاد مستمر من الشرقية نيوز. العبادي أمام البرلمان: لا بديل عن بسط سلطة الدولة، ولا يجوز أن تعلو أي راية فوق راية العراق الواحد. والجبوري يطالب بالاعتذار من الشعب العراقي. العراق يدخل في مازق سياسي ودستوري خطير لم يشهده منذ عام 2003. دعا رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري القوى السياسية إلى الاعتذار من الشعب العراقي على التأخير في توفير ما يستحق وإعادة حقوقه المشروعة بأثر رجعي. وقال الجبوري في كلمته أمام البرلمان أنه يدعو القيادة السياسية إلى الاستمرار بالحوار الجاد غير المشروط من أجل خدمة العراق وشعبه. إننا اليوم نمر بمرحلة حرجة وحساسة تتطلب منا أن نتجرد من ذواتنا ومناصبنا ورغباتنا الشخصية
فوضعنا الاقتصادي الخانق يفرض علينا أن نجد مخرجاً لاحتياجاتنا المتزايدة، وواجب تقديم الخدمات في كل أنحاء العراق إضافة إلى إعمار المناطق المحررة يفرض علينا مزيداً من الإصرار والعزيمة على الثبات. والكثير من النازحين من أهلنا ينتظرون عودتهم إلى ديارهم واستقرارهم، وكل ذلك قد تأخر كثيراً، ما يستلزم منا جميعاً أن نقدم اعتذارنا لشعبنا على هذا التأخير في تحقيق الإصلاح المطلوب والتقدم بالبلاد إلى الأمام. اعتذاراً لا يتوقف عند اللفظ، بل يتعدى إلى منهج إصلاحي حقيقي نعيد به بأثر رجعي للشعب حقوقه التي استلبت منه أو تأخرت عليه. نرحب بضيف حصادنا سيد رزاق محبس النائب عن تحالف الفتح. سيد رزاق أهلا بك معنا. سأنطلق وإياك من دعوة رئيس البرلمان السابق السيد سليم الجبوري بتوجيه اعتذار إلى الشعب العراقي لربما نسميه الفشل في تقديم كل الخدمات للشارع العراقي للمواطن العراقي وما نشهده اليوم في المحافظات. هل أنتم كنواب عن الفتح مستعدون لتعويض الشارع العراقي عما حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام. فرحنا كثيرا حقيقة عندما لاحظنا بأن ثقافة الاعتذار لدى السياسيين التي أسس لها شيخ المجاهدين الأستاذ هادي العامري باعتباره أول من قدم اعتذاره للشعب العراقي، نرى هذا اليوم أن السيد سليم الجبوري يحذو حذو الأستاذ هادي العامري ويقدم أيضا اعتذار للشعب العراقي. والاعتذار ليس بالضرورة يدل على أن هذا الشخص لم يقدم، بل أنه ثقافة يفترض أن تشاع بين السياسيين، وكذلك الاعتذار يأتي من باب أننا لم نصل إلى مستوى طموح المواطن في العراق. وبالتالي نعم، فتح يحمل مشروع متكامل، وأصبح بعد إعلان الكتلة الأكبر هذا اليوم بتسمية تحالف البناء يمتلك مشروع وطني استراتيجي يتضمن خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة، وهدفه الأول هو القضاء على الثالوث الذي دمر العراق شعبا وثروة، وهو ثالوث الإرهاب والفساد والطائفية. فبالتأكيد إذا ما تمكن تحالف البناء من تشكيل الحكومة أكيد أن هناك برنامج يتمكن من خلاله من تقديم الخدمة المرجوة إلى أبناء شعبنا العزيز. يعني فقط للتذكير سيد رزاق، يعني ربما سبق السيد هادي العامري محمود المشهداني الذي استقال واعتذر في دورة انتخابية سابقة جدا، هو كان ربما أول الذين اعتذروا واستقالوا من المنصب. يعني فقط للتذكير أريد أن أسألك فيما يتعلق بقضية التواقيع التي جمعتموها أنتم. تقولون جمعتم 153 توقيع حي، ولكن هناك البعض يشكك بهذه التواقيع، حتى خرج أحد النواب ويقول، وهو السيد حسن المسعودي في تصريح بيان، وقال أنا اسمي كان من ضمن هذه التواقيع وأنا لم أوقع أصلا. وبالتالي هناك تشكيك في هذه التواقع، كما أنكم تشككون في تواقع الطرف الآخر. هذه دوامة كيف ستحل؟ ما لاحظته من جمع التواقيع هو بحضور السادة النواب، وأنا من ضمن السادة النواب الذين تمت دعوتنا إلى مقر تحالف الفتح وهو اسمه اليوم تحالف البناء، وقدمت لنا استمارة وقد وقعنا على هذه الاستمارة بإرادتنا الكاملة دون أي ضغوطات. ورغم ذلك من حق أي نائب أن يعبر عن رغبته بشكل مباشر وطبيعي بالانضمام إلى هذا التحالف أو إلى هذا التحالف. من يفصل بصحة التواقيع من عدمها هو المحكمة الاتحادية، سيما وأن المحورين قدموا هذا اليوم تواقيع، بل تحالف البناء بالأحرى هو من قدم تواقيع حية للنواب يبلغ عددهم 153، وهذه التواقيع ستقدم إلى المحكمة الاتحادية. فالمحكمة الاتحادية هي من يفصل بصحة هذه التواقيع
من عدمها. طيب يعني سيد رزاق، قبل قليل عند إجابتك على السؤال قلت بأنكم مستعدون لتعويض الشارع العراقي من خلال برنامج حكومي يملكه اليوم تحالف الفتح. طيب ولكنكم اليوم كنتم أيضا ضمن الخرق الدستوري الكبير الذي عاشه البرلمان، ولم تستطيعوا اليوم لإعلان الكتلة الأكبر، هذا واحد، ولم تستطيعوا أيضا اليوم تسمية رئيس للبرلمان ولا حتى نائبيه، فكيف ستعوضون الشارع العراقي والبداية بخرق دستوري؟ لم نخرق الدستور هذا اليوم، هذا أولا، وثانيا أعلننا عن الكتلة الأكبر، هاي اثنين. ثالثا فيما يتعلق بانتخاب السيد رئيس مجلس النواب القادم، لا يمكن لأحد أن يفصل أو يعزل موضوعة انتخاب رئيس السلطة التشريعية عن موضوعة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية، فالموضوع يحتاج إلى مزيد من الحوار والنقاش، ولو كان للكتل السياسية جميعا، لو أنها استمعت إلى مشروع الأستاذ هادي العامري الذي أطلقه قبل أشهر، وهو الجلوس ضمن طاولة الفضاء الوطني ومناقشة الأوضاع والاتفاق على البرنامج الحكومي والاتفاق على آلية اختيار الرئاسات الثلاثة، لما حصل ما حصل هذا اليوم. لكن للأسف هرولت الكتل السياسية وراء مصالحها، هي من حال دون الجلوس على طاولة الفضاء الوطني الذي دعا إليه الأستاذ هادي العامري. لكن هذا الفضاء الوطني الذي دعا إليه السيد هادي العامري كما تقول يجلس في الفضاء الوطني ويتكاشف ويحل الأمر، يعني 15 سنة هم جالسين مع بعض سيد الفاضل، 15 سنة جالسين مع بعض وهم متشاركون مع بعضهم البعض، وبالتالي يعني نحن أمام حكومة جديدة، أمام استحقاقات جديدة، وبكل كتلة تريد أن تصل إلى سدة الحكم، لماذا لا تفكرون على سبيل المثال بالمعارضة؟ يعني هي ليست أمرا سيئا أن يكون تكون كتلة سياسية معارضة، بالعكس، يعني إذا الجميع كنوا مشتركوا في قيادة المرحلة المقبلة، من سيعارض ويشخص الأخطاء؟ أحسنت، كلام جميل، لكن لا ننسى أننا اليوم كنا في يوم تاريخي في تاريخ العراق الجديد ومنعطف جميل جدا في مسيرة العراق الديمقراطي الحديث العهد على الديمقراطية، وهي رغم السلبيات التي حصلت هذا اليوم، لكننا كنا أمام عراق جديد عابر للطائفية، تاركا وراء ظهره التخندقات الطائفية. لا ننسى هذا الشيء الذي حصل هذا اليوم، وهو شيء مفرح جدا على الرغم من وجود منغصات وعوائق حالت دون استكمال متطلبات الجلسة الأولى، لكن البداية اليوم كانت بداية جيدة لعراق جديد، تخلصنا من الطائفية، تخلصنا من التخندق الطائفي، أصبح الآن هناك محوران تضم جميع مكونات أبناء الشعب العراقي، ولربما هذه المحاور ستؤسس لكيانات سياسية كما هو الحال في أمريكا الديمقراطي والجمهوري وفي الجمهورية الإسلامية المحافظين والإصلاحيين وفي بريطانيا المحافظين والعمال، لربما هذه ستكون خريطة أو بداية لخريطة طريق قادمة، لربما سيكون هذا البناء مستمر قبل الانتخابات القادمة، وعلى أثره ستكون عملية تشكيل البرلمان والحكومة في الانتخابات القادمة أسهل بكثير وواضحة عن ما هي عليه الآن بهذا التعقيد الذي لاحظناه هذا اليوم. نعم السيد رزاق محيبي نائب عن تحالف الفتح، شكرا جزيلا لك. دستور حاكم، المادة 55 تقول اليوم ينتخب رئيس مجلس النواب وينتخب نوابه وتقدم الكتلة الأكبر طلب إلى رئيس مجلس النواب الأكبر سنا أو رئيس مجلس النواب في أول جلسة بعد اليمين الدستوري، لازم الأكبر سنا، تقال أنه هذه الكتلة الأكبر، هذا قانون، أما إذا يريد يخرقون القانون هذه حالة أخرى. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. فضلا عن
عن أنه منذ شهرين لم يتحقق أي شيء من مطالبنا، مجرد وعود كاذبة، وعود للتخدير المتظاهرين. محافظة العراق تراقب ما يجري تحت قبة برلمانه، قلق في بغداد، وكركوك تتحول إلى ورقة سياسية، والبصرة تغلي وتنتظر. القيادي في ائتلاف دولة القانون قصي سهيل قال إن الأكراد والسنة لا يستطيعان التعاطي من دون التوافق مع الكتلة الشيعية التي تعاني من التجزؤ، ولضمان حصص الجميع كان لابد من حصول توافق في الجلسة الأولى للبرلمان التي انسحب ائتلاف دولة القانون منها. سهيل أكد لبرنامج في متناول اليد أن الأكراد لديهم خبرة سياسية، وبسبب الخلاف بين كتلتين شيعيتين متقاربتين فلم يحسموا موقفهم، لكنهم مع المصلحة العليا لما يحفظ حقوقهم القومية. أساس والحكومة كلها إلنا، لأن إحنا أغلبية. لا لا لا، هذا أو إن إحنا نروح بمنهج التوافق والتحاصص. لا، هذا كلام غير دقيق، لأنه بالأصل ما تعارف عليه أنه رئاسة الجمهورية تكون للكرد، ورئاسة مجلس النواب تكون للمحور أو للكتلة السنية، فبالنتيجة الاثنين لا يستطيعان التعاطي مع هذا الموقع من دون التوافق مع الكتلة الشيعية. الكتلة الشيعية بسبب تجزؤها إلى أكثر من محور بالنتيجة راح تصير القضية صعبة، ولذلك حتى نضمن حصص الآخرين اللي هم السنة والكرد وحتى الشيعة بشكل معقول، علينا أن نحصل على مدى أقصى من التوافق في الجلسة الأولى. لكن إدارة الدولة لاحقا هي إدارة بعقلية الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية كما يسمى. دكتور، أنت متعرف حضرتك التجربة الديمقراطية في العراق هي تجربة غير واضحة. إحنا مشخص عندنا موقف الأخوة الكرد، شوف من يصير حساسية بين كتلتين شيعية وهذه الكتلتين متقاربة. الأكراد عندهم خبرة سياسية، عندهم ربما تصور دقيق لما يجري، هم لن يحسموا موقفهم باتجاه كتلة مع أخرى، لكن بالتأكيد هم مع المصلحة العليا للفئة القومية. هم يعتقدون أن وجودهم داخل التحالف كتحالف كردستاني يحفظ حقوقهم القومية داخل البلد، لذلك مو من السهل أن يندمجوا مع هذا المحور أو ذاك. معنى ذلك أنهم سوف يتحالفوا. من السهل أن يتحالفوا ككتلة، لا أعتقد أنهم قادرون أن ينخرطوا ضمن تحالف الكتلة الأكبر، هذا جيد. لكن السؤال، هل تعتقد أن الأكراد سيحسموا موقفهم مع من يحسم الجدل لصالحه؟ ربما. وينضم إلينا النائب عن تيار الحكمة سيد حسن خلاطي. أهلا بك سيد حسن، يعني وضعتم الشعب اليوم في دوامة جديدة ناقصة، هي يعني بدأت قضية الكتلة الأكبر. أنتم رفعتم تواقيع وقلتم بأنكم الكتلة الأكبر، 184 نائب في هذه الكتلة، بالطرف الآخر يقول أنه هم الكتلة الأكبر ولديهم 153 نائب، يعني نصدق من حقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي لقناتكم ومشاهدي قناتكم أيضا. الحقيقة مو احنا اللي وضعناكم، علي كيفك ويانا عني. اليوم بداية عمل مجلس النواب والدستور، خلافاتكم سيد حسن عن يعني الكتلة النيابية التي لم تحسم، تنتظرون اللحظة الأخيرة وتفجروها. احترم رأيك، لكن هذه للمشاغبة لا أكثر. على كل حال، الحقيقة يعني الكتلة النيابية الأكبر عدداً، الأكثر عدداً، فسرتها المحكمة الاتحادية في 2010 تفسيرها واضح، وقالت بأنه الكتلة النيابية الأكثر عدداً أو الكتلة الأكبر اللي هي راح تشكل حكومة تجي من طريقين. الطريق الأول، إما أن تكون قد حصلت على أعلى المقاعد أثناء الانتخابات بعد النتائج مباشرة، أو أن تكون مجموعة كتل، نركز على هذا، مجموعة كتل نيابية تحالفت مع بعضها بعد النتائج ودخلت مجلس النواب بعنوانها تحالف وبعنوانها تكتل جديد. هذا يعني رأي المحكمة الاتحادية واضح جدا. اليوم اللي صار، ما نخفيك، احنا اليوم يعني نحرص ان نكون صريحين مع جمهورنا ومع ناسنا. اليوم تقدمت ورقتين، الورقة الأولى اللي باسم الإصلاح والإعمار، اللي احنا المتحدث انا من ضمنها، نتحدث عن عدد يقترب من 180، ورقة أخرى باسم يعني تحالف الفتح والقانون ومعهم أيضا كتل أخرى، محور آخر اللي هو تحالف البناء، بحدود يتحدثون عن 150. إذا جمعنا طبعا بدون الأكراد، هذا الكلام الأكراد ما موقعين، يعني إذا جمعناهم يصير العدد 330. عدد مجلس النواب كله مع الأكراد هو 329.
يعني اقول لك حقك تقول هذه هل هذه هي احجيه، هل هذه هي فعلا دوامه؟ ان شاء الله ما راح تكون دوامه. شخصا انا المتحدث اعتقد انه الشعب غير معني بهذه الامور. الشعب ما الشعب اليوم اللي يهمه انه يريد مشروع يقدم له خدمات، يريد مشروع ينهض به اقتصاديا. هذه قضايا يجب ان نحلها، ما نروح نخلي الشعب في دوامه جديده وفي وضع جديد وتدوخ بها الناس. هذه مهمه السياسيين فعلا، مهمه المفاوضين عن كل تحالف. اللي يهمنا اليوم انه لكن في نفس الوقت هي هذه خطوات قانونيه، خطوات دستوريه. لما الدستور يقول لك يا بل رئيس الجمهوريه بعد ما يتم انتخابه من واجبه ان يكلف مرشح الكتله النيابيه الاكثر عددا او الاكبر، لذلك يجب ان تكون هناك كتله نيابيه اكبر. على كل حال اعتقد الموضوع ما يحتاج، اليوم انا ذكرت قلت ما يحتاج اروح للقاضي، يعني ما يحتاج اروح للمحكمه الاتحاديه. نواب موجودين، تواقيعهم موجوده، كتل موجوده، ترجع انه ولكن سيد حسن هنالك تشكيك بهذه التواقيع، وخصوصا بان يعني الطرف الاخر يشكك بتواقيعكم ويقول بانها تواقيع غير حيه، وخصوصا بان هنالك تواقيع باسم رئيس الكتله المنضويه في الاصلاح والاعمار وليس باسماء اعضاء هذه الكتله واحدا تلو اخر، وايضا عرجوا على موضوع انشقاقات وانقسامات داخل هذه الكتل وانضمامهم الى الجهة الأخرى، كيف تردون على هذه الاتهامات؟ لا الرد، أولا قضية التشكيك هذه هم أيضا قضية مقبولة، يعني طبيعية. ليش شنو نتوقع يعني لما واحد يقول أنا 150 وواحد يقول 180، شنو نتوقع أنه نستلم الرقم ونسكت بدون تشكيك؟ من حق أي واحد يشكك، من حق أي واحد يشكك ويقول أنه طبعا القضية قابلة للشك وقابلة ل يعني أن يكون هناك مراجعة لهذا التواقيع. وحلها ترى مو صعب، حلها سهل جدا. اذا ماكو ثقه بالتواقيع، ماكو ثقه بالقضايا الاخرى، بالتالي نلجا الى قضيتين. القضيه الاولى تفسير المحكمه الاتحاديه اللي تتحدث بالشق الثاني لمعنى الكتله الاكبر بانها مجموعه كتل، مجموعه قوائم دخلت للانتخابات. واحنا اذا نرجع للموضوع ترى حتى يعني لكل كتله، لكل قائمه هناك مخول وهناك رئيس القائمه، هو المخول الوحيد بالتوقيع والمخول الوحيد بالمراجعة لدى المفوضية. وهذه القضية الصور يعني لن تكون صعبة جدا، لأنه إذا آخر شيء طارت الأمور يا بتعالوا يا أنتوا يا نواب يا نائب فلاني يا نائب فلاني تعالوا أمامنا، مو توقيع لا بشكل حي، أنت في أي كتلة في أي تحالف، يعني يكون الوضع سهل جدا بهذا الموضوع. ما راح تكون قضية صعبة جدا، هذا يعني تحديدها. لكنه أنا أكد على فت قضية معينة واتحدث عن تحالف الاصلاح والاعمار، مو معنى انه هاي خلاص احنا من شكلنا الكتله الاكبر انتهى الموضوع ويغلق الباب امام الكتل الاخرى، لا، الباب مفتوح امام جميع الكتل الاخرى سواء في الانضمام الى التحالف او ايضا حتى بعد يعني قبل قضيه تشكيل الحكومه، لانه احنا يعني نطمح ان تكون الصوره الجديده لمجلس النواب تنطوي على جبهتين، جبهة تشكل الحكومة، وهذه الجبهة اللي تشكل الحكومة مكونة من جميع مكونات الشعب العراقي، يعني هم بها أكراد، هم بها سنة، هم بها شيعة، وجبهة أخرى تمثل المعارضة وبها جميع مكونات الشعب العراقي، أيضا أكراد وسنة وشيعة، وهذا اللي سميناه حكومة الأغلبية الوطنية، يعني جبهة تشكل الحكومة مسؤولة عن الأداء، مسؤولة عن التنفيذ، مسؤولة عن الخدمات، وجبهة أخرى جبهة معارضة نيابية، معارضة برلمانية، يكون دورها دور ترشيد الحكومة، توجيه الحكومة، تقوية دور الحكومة أيضا مو دعمها، ولكن لا تكون المعارضة معارضة سلبية، معارضة إيجابية بالمفهوم اللي الآن تعيشه أغلب الدول اللي سبقتنا في مجال الديمقراطية وفي هذه المجالات. سيد حسن، يعني هناك فقط خبر عاجل وردنا الآن وسأسألك عنها أيضا، وحدة الجميلي ومقدام محمد ينفيان خروجهما من تحالف القرار ويؤكدان بأنهما ضمن تحالف القرار. يعني دخلنا في دوامة حقيقة، هناك تواقيع أخذت كما يقول الطرف، كل الأطراف تقول أخذت من النواب، وبدأ النواب يخرجون اليوم في الإعلام وينفون توقيعهم، ما يعني أن هناك جنحة تزوير.
طبعا قضية التزوير التوقيع هذه جنحة ما أدري جناية شو يسميها القضاء خلي يسميها لكنه قضية مؤسفة الحقيقة مؤسفة أن نصل إلى هذا الحد. لا تذكر أستاذنا ويذكر السادة المشاهدين إحنا بالدورة النيابية الماضية ما كان هذا الموضوع يعني كانت قضية أنه الكتلة تعلن عن نفسها وهناك مخول عام عن الكتلة هو يعلن في مجلس النواب في الجلسة الأولى بأنه هذه هي الكتلة الأكبر ماكو هذه القضايا والتفاصيل هذه قضية طارئة وقضية جديدة ربما يعني سببها الأساسي هو انشقاق التحالف الوطني إلى جبهتين هذا أعتقد بشكل واضح هو هذا السبب الأساسي لكنه مع ذلك تعتبر يعني بادرة جديدة وخطوة جديدة يجب أن نرشدها إيجابيا لا سلبيا. على كل حال إذا اليوم احنا أدينا اليمين الدستوري وأقسمنا على قضايا اللي واردة في القسم بأنه صيانة الدستور صيانة الحريات العامة والخاصة السهر على مصلحة المواطنين وبالتالي يمكن أعتقد نحتاج قسم آخر أستاذنا الكريم يمكن نحتاج قسم آخر يابا تعال احلف لنا أنت بيا كتلة بيا جبهة وبالتالي نحل الموضوع إن شاء الله. جيب القرآن وحلفه سيد سيد حسن الله يسلمك. طيب يعني سيد حسن ماذا ينتظرنا يوم غد يعني جلسة جديدة تمتد امتداد هي للجلسة لجلسة اليوم ماذا سينتظر الحدوث في هذه الجلسة؟ يعني جلسة باكر هي الحقيقة استمرار. طيب يعني سيد حسن يعني إذا ما سمحت لي لقراءة هذا العاجل ومن ثم الاستماع لإجابتك النائب كريم طبعًا أبو سودة طبعًا ينفي توقيعه لأي تحالف سياسي أيضا النائب عن ائتلاف الوطنية يكذب ما أشيع من أخبار عن توقيعه لكتلة البناء يعني بيانات التكذيب تتوالى ماذا سننتظر يوم غد؟ الحقيقة جلسة باكر هي استمرار لجلسة اليوم باكر أعتقد ما راح يصير شيء جديد يعني ما تم الإعلان عنه بأنه استمرار أعتقد باكر قد يكون حديث ومداولة لأنه طالما هي استمرار ما يشترط فيها نصاب هذا أولا ثانيا يفترض يعني نظريا قانونيا يفترض أن يكون هناك انتخاب لرئيس مجلس النواب ونائبه هذا المفروض لكن هل يصير باكر لا ما راح يصير باكر أنا أقول لأنه لحد الآن لحد هذه اللحظة قبل ما أجي للاستوديو أنا على اتصالات ماكو اتفاق واضح على قضية رئيس مجلس النواب وهو فعلا يحتاج لها اتفاق لأن باكر تصويت عفوا إذا أكو قضية تقديم مرشحين تحتاج إلى تصويت التصويت يحتاج إلى أغلبية مطلقة رئيس مجلس النواب يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة مو بالأغلبية البسيطة يعني نحتاج أكثر من 100 عفوا تحديدا 165 فاكثر حتى يصوت على رئيس مجلس النواب وعلى نائبه هذا اللي نحتاجه طالما انه موضوع الكتله الاكبر بعد ما محسوم ولا الاخوه المرشحين لمجلس النواب ما حاسمين امورهم باتجاه مرشح معين حتى تمضي الامور فاعتقد باكر اللي راح يصير استمرار نقاش ومداوله وتبقى الجلسه شبه مفتوحه طبعا هم اليوم اكو تجنب لذكر كلمه مفتوحه حتى لا يصير هناك يعني لا يصير تعارض ويا قرار المحكمه اللي نفت قضيه الجلسه المفتوحه بل ان الجلسه مستمره لحين انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه اللي اعتقد راح يصير يوم الخميس ان شاء الله. طب سيد حسن يعني قبل قليل كان معنا النائب عن تحالف الفتح السيد رزاق محايب سالته سؤال وساعيد هذا السؤال عليكم سيد حسن. المعارضه الا تفكرون بان تكونوا معارضين؟ يعني كل الحكومات القويه تمتلك في طياتها معارضه قويه تراقب تشخص وتشخصن الخطأ يعني قبل قليل كان هناك تصريح للسيد نعيم العبودي عن تحالف البناء يقول حكومة من دون فتح وسائرون ستكون غير مستقرة حقيقة كمواطن عراقي أشعر بالقلق عندما أسمع مثل هكذا تصريح ماذا يقصد غير مستقرة لماذا لا تكون هناك معارضة قوية بدل أن يشترك الجميع في هذه الخلطة وبالتالي نعود إلى ذات الإشكالية الفساد وإلى آخره وسد لي وسد لك واسكت واسكت لك يمكن السؤال صعب أصور لذلك أنه ما سمعتك وشوش علي شوية صار أنا,
أنا قلت مطول بس عيد أنا قلت باختصار. الفكرة يعني لماذا سألت سؤال للسيد رزاق محابس النائب عن تحالف الفتح وأعود أسألك إياه، نعم. لماذا لا تفكرون بالمعارضة، المعارضة القوية، الحكومات القوية تمتلك في طياتها معارضة قوية تشخص الخطأ وتشخصن أيضا الخطأ. عندما أسمع تصريح للسيد نعيم العبودي عن تحالف البناء ويقول حكومة من دون الفتح وسائرون ستكون حكومة غير مستقرة، أقلق كمواطن عراقي. يعني إلى أين يريدون أن يؤدوا بالبلد؟ عدم الاستقرار، إما أن يشترك الجميع أو سيكون عدم استقرار. سؤالك دقيق جدا طبعا، وهو يعني الحقيقة محور الموضوع الجديد اللي نتبناه في العملية السياسية برمتها. لما نتحدث عن أنه يجب أن تكون حكومة مشكلة، جبهة تشكل الحكومة وجبهة تمثل المعارضة، والمعارضة لن تكون معارضة سلبية. إذا نتحدث عن معارضة سلبية ويجب أن أنه هذا باعتبارها معارضة يجب أن توقف كل شيء بالبلد ويجب أن تسقط الحكومة خلال شهرين، ما راح نصل إلى بناء حقيقي، ما راح نصل إلى بناء للمواطن. نصل معناها نبدأ بالتهديم، بمعاول التهديم. نحتاج الحقيقة إلى فهم حقيقي لمعنى المعارضة النيابية والمعارضة البرلمانية، وهذا الفهم يجب أن يكون لدى الجميع. لذلك إحنا حرصنا كبير أن تكون هناك جبهة من الجميع تمثل الحكومة وجبهة من الجميع تمثل المعارضة البناءة، المعارضة اللي تأخذ على عاتقها متابعة ومراقبة الأداء التنفيذي، الأداء الحكومي، وتكون مسؤولة عن هذه المراقبة بشكلها الدقيق، حتى تشعر الحكومة وتستشعر الحكومة بأنه مجلس النواب مو كله داعم لها، لا، هناك من يراقب وهناك من يستجوب وهناك من يستحضر وهناك من يتابع. تكون الحكومة يعني في عمل دائم وعمل دؤوب، وتشعر أن هناك عين حقيقية تراقبها بشكل دائم. هذا اللي نحتاجه حتى نصل إلى مجلس نواب فاعل، مجلس نواب يأخذ على عاتقه الدورين، الدور التشريعي بشكل الفعال والدور الرقابي أيضا بشكل الفاعل والمؤثر. أما نتحدث عن معارضة تريد أن تسقط الحكومة وهدفها الأساسي إسقاط الحكومة، لا، حقيقة أنه معنى ذلك أننا لازلنا بعيدين ونحتاج إلى خطوات أخرى حتى نصل إلى الحالة المثالية اللي نطمح لها. نعم السيد حسن خلاطي النائب عن تيار الحكمة، شكرا جزيلا لك. نحن نعلن تشكيلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والمتكونة من القوائم الانتخابية الفائزة الموقعة أدناه وبحسب متطلبات المادة الدستورية أعلاه. طبعا سيادة الرئيس قدمت، أنا رئيس تحالف سائرون قدمت إلى جنابك، قدمت إلى جنابك ورقة فيها 20 تحالف سياسي وأسماء رؤساء التحالفات موقعين أدناه في هذه الاستمارة. أولا يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وبناء على هذه المادة تقدم كتلة تحالف البناء 150 توقيعا حيا للنواب لتشكيل الكتلة الأكبر. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. نفى النائبان في البرلمان العراقي وحدة الجميلي ومقدام محمد انضمامهما إلى كتلة البناء، وأعلنا التزامهما بكتلة الإعمار والإصلاح ضمن تحالف القرار، وأكد النائبان التزامهما الأدبي والأخلاقي والحزبي بتوجيهات تحالف القرار العراقي في موضوع انضمامه إلى أي تحالف يراه عراقيا خالصا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر من أجل تشكيل حكومة وطنية وقوية ومنسجمة، وأنه لا يمكن لهما الخروج عن الخط الوطني لتحالف القرار. هذا ونفى النائب في البرلمان العراقي كريم أبو سودة توقيعه لأي كتلة أو تحالف سياسي. وقال النائب عن ائتلاف الوطني أبو سودة أنه يكذب ما أشيع من أخبار عن توقيعه لكتلة البناء التي يقودها محور الفتح ودولة القانون، وأنه يؤكد استمراره على خطه الوطني الذي لن يحيد عنه.
هذا ويؤكد مراقبون في أربيل ضرورة تبني نواب إقليم كردستان في البرلمان الاتحادي موقفا موحدا بعيدا عن الخلافات الحزبية لحل القضايا العالقة بين المركز والإقليم، وفي مقدمتها رواتب الموظفين ومخصصات الموظفين. ولا يستبعد خبراء كرد في أربيل التقاهم مراسلنا عثمان الشلش لجوء الكرد إلى المعارضة داخل البرلمان الاتحادي إذا ما بقيت المواقف السياسية لقادة الحزبين الرئيسيين على وضعهما الحالي. بينما يشتد الحراك البرلماني عقب الجلسة الأولى، لا يزال الكرد يتطلعون لتوافق سياسي وسط غموض وانتظار ليسود الشارع هنا. الشارع الكردي، تعرف المواطن الكردستاني أول شيء، أولا الأمان موجود في كردستان، هذا موضوع احنا متجاوزي موضوع الأمان، ولكن موضوع الرواتب، موضوع أكو الكهرباء، الماء، أكو هاي أمور متعلقة كردستان في تشكيل الحكومة، وأيضا متعلقة شارع الكردستاني ببغداد. والآن الشعب الكردستاني والشعب الكردي ينتظر تشكيل حكومة ليرى ما هو في جعبة الحكومة المقبلة. وحتى الآن فإن الأحزاب الكردية المشكلة من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني من جهة، والأحزاب الكردية الأربعة المعارضة من جهة أخرى، لم تثبت بشكل نهائي حول صورة وضعها داخل السلطة الاتحادية، وهو أيضا ما يشوش الشارع الكردي. يعني احنا يعني كمجتمع مدني، كحقوقيين، كمراقبين للشأن السياسي، لا نشجع أي جهة أن تلتحق بجهة أخرى. خلي تكون هناك لدينا جهة معارضة في البرلمان، وهذا طبيعي، هذا وضع صحي. ليس بالضرورة أن يكون كل الجهات كل التيارات السياسية مشاركة في الحكومة. وحتى الانتهاء من تشكيل الحكومة الاتحادية، فإن الكرد الذين يعدون مكونا مهما في العراق ينتظرون كباقي مكونات الشعب العراقي خدمة واستقرار وعودة الإعمار إلى مدنهم. للشرقية نيوز، عثمان الشلش، أربيل. نرحب بضيف حصادنا السيد علي التميمي، القاضي والخبير القانوني. سيد علي، أهلا بك معنا. هل سارت جلسة اليوم، الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في دورته الرابعة، وفق القانون، وخصوصا بعد استخدام مفردة جلسة مفتوحة وليس عفوا مفردة جلسة مستمرة وليست جلسة مفتوحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ستنا وسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. طبعا بالتأكيد هذه الجلسة تخللتها الكثير من الخروقات القانونية والدستورية الواضحة. يأتي في مقدمة ذلك أنه مسألة إبقاء الجلسة مفتوحة، هذا يصطدم ويتضارب مع قرار المحكمة الاتحادية رقم 25 لعام 2010 التي قالت بأنه لا يمكن أن تكون جلسات أو الجلسة الأولى مفتوحة، ولهذا السبب الجلسة القادمة ستكون جلسة غير صحيحة، جلسة بنيت على خطأ، وبالنتيجة ما يتمخض عنها أي الجلسة القادمة هي قابلة للطعن لأنها خالفت قرار المحكمة الاتحادية يعني الذي قالت عنه المادة 94 من الدستور بأن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة. أضفي إلى ذلك أنه يعني مهمة رئيس السن، رئيس الجلسة الأولى، حددتها المادة 54 أيضا بأنه يجب أن يحسم مسألة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ولا يجوز التمديد أكثر من هذه المدة، والقاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد الناس. فأيضا مسألة رفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية لتفسير معنى الكتلة الأكبر، ما هو المحكمة الاتحادية سبق أن فسرت ذلك والنص واضح ولا لبس فيه ولا يحتاج إلى الذهاب إلى الاتحادية. كنت أتوقع شخصيا أنه رئيس السن سيقرر وسيقول أن هذه الكتلة هي الأكبر ويترك لمن يريد الاعتراض الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، أو كان أيضا بإمكانه أن يمهل الذي لم يسجلوا ساعتين أو ثلاثة لتسجيل الأسماء وتدارك الموقف. لكن الإشكالية سيد علي، يعني أنت تلوم رئيس السن لأنه لم يحسم قضية الكتلة الأكبر، يعني الجميع لم يستطع حسم مسألة الكتلة الأكبر بما فيهم قادة الكتل، يعني هناك طعون وتشكيك بالتواقيع.
هناك اتهامات بتزوير تواقيع، وتأتينا تباعا تصاريح النواب ويقولون نحن لم نوقع، نحن لم نذهب مع فلان، كيف زج باسمنا بهذه القائمة أو تلك. وبالتالي هناك تشكيك، هناك لا يمكن حسم المسألة فقط أي كتلة تأتي بتواقيع يلا روح أنت الكتلة الأكبر، لابد أن تكون هناك آليات صحيح. واضحة وصحيحة آليات صح. أخي أستاذ أحمد، لاحظ في عام 2014 وهذا هو المعيار الذي اعتمد في تشكيل الكتلة الأكبر، اعتمد في عام 2014 بذات الطريقة وبذات السياق، هذا من جهة. أضف إلى ذلك مسألة التزوير اللي تتحدث عنها جناب، تختلف سيد علي، تلك الفترة كان التحالف الوطني هو فعلا الكتلة الأكبر، ولا يحتاج إلى ولا يمكن التشكيك بذلك، لكننا اليوم أمام حالة مختلفة تماما. أقصد أستاذ أحمد، أقصد أنه وقعت من قبل الكتل، فصحيح اليوم هو الصراع على أشده، ويبدو أنه المسألة فعلا تختلف بشكل كبير من حيث التنافس والصراع، ولربما حتى التدخلات الكبيرة والتزوير الذي حصل في الانتخابات وما شابه من مشاكل، كل هذه طبعا تجدها حاضرة في مسألة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، خصوصا هي الجلسة الأولى التي ستكون بوابة لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد ذلك تكليف المرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا. نقطة مهمة أحب أوضحها لجنابك أستاذ أحمد هي مسألة التصويت. لاحظ التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه يكون بالاقتراع السري المباشر، معنى ذلك أنه حتى لو كانت هذه الأسماء وحددت الكتلة الأكبر وقدمت إلى رئاسة البرلمان، ممكن أن تتغير النتيجة بالتصويت، لأنه التصويت سري سيكون في أوراق بيضاء تقدم للنواب وتوضع في صندوق ثم يتم فرزها فيما بعد. هذه الآلية يبدو أنها غابت على رئيس السن، فأراد أن يتدارك الموقف برفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية. لا أتوقع شخصيا، لا أتوقع أنه قرار المحكمة الاتحادية سيبتعد عن التفسير الذي صدر في عام 2010، التفسير رقم 25 الذي قالت بأنه الكتلة الأكبر هي الكتلة التي فازت في الانتخابات فكانت في الجلسة الأولى الأكثر عددا، أو التي ائتلفت مع غيرها في الجلسة الأولى فشكلت الكتلة الأكبر. هذا طبعا واضح، التفسير واضح بشكل كبير، لكن هذا الافتعال للمشكلة لربما يراد منه تأخير، وربما يراد منه خلق مشاكل البلد في غنى عنها. لاحظ أنه حتى مسألة جنابك لو تجمع الأصوات التي ذكرت في كلا الأطراف تجدها تتجاوز الـ 329 بشكل كبير، مع العلم أنه بعض الكتل والكيانات غير موجودة وغير مشتركة في العملية، فهذا يعطيك تصور بأنه المسألة هي مفتعلة من بعض الأطراف. طيب سيد علي، بما أننا نتحدث عن افتعال من بعض الأطراف السياسية، أيضا نتحدث عن بيانات تكذيب ترد من نواب بعدم توقيعهم للكتلة الأكبر سين أو صاد، ولكن هل يمكن محاسبة الكتلة التي تدعي توقيع النائب الفلاني بقائمتها لتشكيل الكتلة الأكبر قضائيا باختصار لو سمحت؟ ستة العزيزة، القانون العقوبات واضح في المادة 229-289 يعاقب على التزوير ب 15 سنة وهي جناية، ويبقى لهؤلاء الأشخاص الذين زورت أسماءهم ذكرت أسماءهم زورا ولم يوقعوا أن يقاضوا هذه الجهات، لأن تعرفين جنابك النائب عندما يؤدي اليمين يصبح بشخصية مستقلة عن كتلته، وبالنتيجة له كافة الحقوق القانونية بمقاضاة هذه الجهة التي زورت وذكرت اسمه بشكل غير صحيح. نعم سيد علي تميمي القاضي والخبير القانوني، شكرا جزيلا لك.
صد مستمر من الشرقية نيوز. تسد حالة من الترقب في بغداد بانتظار انتهاء التنافس السياسي والتسابق على تسلم زمام المبادرة السياسية والتوجه نحو سباق آخر يخص المواطن العراقي الذي يتظاهر في 7 محافظات منذ 3 أشهر. ويعبر بغداديون عن قلقهم من انشغال المسؤولين التنفيذيين بالعمل السياسي بدل الخدمي وتنامي مشكلات البطالة وسوء الخدمات بسبب الأزمات المتعاقبة. قطب عادل والتفاصيل. تسود حالة من الترقب الشارع البغدادي الذي ينشغل بمتابعة انتهاء التنافس السياسي والتسابق على تسلم زمام المبادرة السياسية، فيما بقيت الأوساط الشعبية تنتظر توجها سياسيا آخر يخص خدمة المواطن ويغير واقع معاناته من نواحي عدة تخص حق الفرد العراقي. نقول قاعدين هسه هم بهالجلسة، نقول بكي هاي القاعدة مالتهم تفرح الشعب العراقي. الشعب تعبان ابن اخويا، الشعب تعبان. فنرجو من رئيس الوزراء وهاي الحكومة اللي راح تشكل تنهب للشعب العراقي وتنهب للبطالة القاعدة. أنا أقول لم يخفيه البعض من الناس في العاصمة من انشغال المسؤولين المتنفذين بالعمل السياسي بدلاً من معالجة المشاكل المتراكمة، خصوصاً وأن هناك مؤشرات خطيرة تخص تنامي مشاكل البطالة وعدم حصول الناس على حقوقها، سيما وأن 7 محافظات عراقية تشهد تظاهرات منذ 3 أشهر. الهاجس الكبير لدى الشعب العراقي أنه هناك خوف من تغليب المصلحة الحزبية على مصلحة الشعب العراقي. سوي مشاريع، سوي شركات، سوي سلف، عد الأمور. الباصرة هذول شنو ذنبهم يعني؟ كثير من اليأس وقليل من الأمل، هكذا يقول المواطنون في بغداد حول تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة التي يجب أن تضع في حساباتها أولويات عديدة، منها ملف الصحة والتعليم وكذلك البطالة ومسألة الخدمات الأخرى. للشرقية نيوز خطاب عادل، بغداد. نفى النائبان في البرلمان العراقي وحدة الجميلي ومقدام محمد انضمامهما إلى كتلة البلا وأعلنا التزامهما بكتلة الإعمار والإصلاح ضمن تحالف القرار، وأكد النائبان التزامهما الأدبي والأخلاقي والحزبي بتوجيهات تحالف القرار العراقي في موضوع انضمامه إلى أي تحالف يراه عراقيا خالصا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر من أجل تشكيل حكومة وطنية قوية ومنسجمة، وأنه لا يمكن لهما الخروج عن الخط الوطني لتحالف القرار. هذا ونفى النائب في البرلمان العراقي كريم أبو سودة توقيعه لأي كتلة أو تحالف سياسي. وقال النائب عن ائتلاف الوطني أبو سودة أنه يكذب ما أشيع من أخبار عن توقيعه لكتلة البناء التي يقودها محور الفتح ودولة القانون، وأنه يؤكد استمراره على خطه الوطني الذي لن يحيد عنه. إذن مشاهدينا، في خبر عاجل وردنا الآن أنباء عن وفاة النائب عن تحالف سائرون السيد سلام قاسم الكعبي إثر حادث سير. إذن مشاهدينا هكذا ينتهي حصادنا الإخباري. في الختام هذه تحياتي أنا أحمد خضر ونوار عاصم. إلى اللقاء.